السلام عليكم أعزائي الطلبة أعزائي الطالبات، ونتمنى تكونوا بألف ألف خير. اليوم إن شاء الله on va voir le cours du bilan. من بعد الطلب ديال الكثير من الإخوان والأخوات أنني ندير le cours بالدارجة، دونك ارتأيت اليوم أنني نبدأ لكم le cours du bilan بالنسبة للناس ديال S1 وحتى بالنسبة للناس ديال البكالوريا اللي كان عندهم تعثر بالنسبة للسنة الأولى بكالوريا وما فاهميش le bilan مزيان. دونك سي لوكازيون انكم تفهموه اليوم، سورتو انني غنديرو بالدارجه. واخا كنصح كل الطلبه انهم يولفوا على الفرنسيه شويه، لان راكم كتعرفوا لي زيكزامان كل ما يكون عندكم اون فرونسي، دونك اسيد باش تطوروا الفوكابيلير شويه ديالكم اون فرونسي. سي مزيان مزيان تفهموا بالدارجه، ولكن او ميم طون اسيد داميليوري لو فوكابيلير اون فرونسي. دونك على بركة الله غنبداو الكور ديالنا ديال لو بيلون اليوم. دونك ان شاء الله او كور ديال هاد الفيديو اون فافوار لا ديفينيسيون ديال لو بيلون، التعريف ديالو باختصار، لو كونتوني شنو هو المحتوى ديالو، شنو كيكون فيه هاد لو بيلون، لا بريزونطاسيون دو بيلون سولون بلون كونطابل ماروكان، يعني كيفاش خصو يتبريزونتا لو بيلون قانونيا، يعني كما هو في البلان كونطابل ماروكان بنفس الترتيب ديال لي كلاس اكسيتيرا. اي اون فوا فوار اون فان دو ليو واحد التمارين على لو بيلون دوفيرتور، البيلون ديال اول السنه، لان باقا البارتي الثانيه ان شاء الله غادي نحاول بريزونتيها في الفيديو الجاي ديال لو بيلون دو فان داني، كيفاش خاصو يكون، شنو هما التغيرات اللي كيكونوا على لو بيلون او كور ديال لاني. دونك فوتر اتونسيون سيل فو بلي. بيان، دونك le bilan est un document comptable que chaque entreprise doit produire au moins une fois par an. Il doit obéir à des normes de présentation légales. Donc le bilan doit être un document comptable. Il 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 doit être un plan comptable. Le bilan fait le point sur la situation du patrimoine de l'entreprise à un moment donné. Il résume ce que possède l'entreprise et ce qui constitue l'origine de ce qu'elle possède. Bimen, n'est-ce que Sogo, mais quand tu sors ton bil, quand tu le volant, je ne sais pas quoi d'amic. Quand tu as le tableau, qu'est-ce que le tableau de bord? Je ne sais pas quoi d'amic. Tableau de bord, qu'est-ce que le tableau de bord? L'automobile. شنو ناقصها، شنو هادي الزيت واش مزيان، ليسانس اكسيتيرا. كذلك ومثال البيلون، البيلون سي واحد الطابلو دو بور اللي كيبين لك الحاله الماديه ديال الشركه، يعني اون فوا تشوف لو بيلون خصك تشوف الحاله الماديه لو باتريمون ديال لونتربريز كيفاش داير، كيبين لك شنو هما الممتلكات اللي كاينين عند الشركه، وكيبين لك الموارد والديون ديال الشركه، يعني منين جاتنا ديك الفلوس باش شرينا ديك الممتلكات. دونك كيبين لينا الممتلكات في واحد الجهه، وكيبين لينا في جهه اخرى منين جاتنا هذيك الفلوس باش شرينا دوك الممتلكات، يعني اون بارتي غنشوفو من بعد لي زومبلوا، وان بارتي ديال الغوسوس، اون بارتي ديال الممتلكات، وان بارتي ديال الموارد والديون. لو بيلون سو بريزونت سو فورم دان تابلو ديفيزي اون دو بارتي. La partie droite représente les ressources de financement de l'entreprise et dites passives. Donc, il faut que je vous dise que une partie à droite, c'est le passif. Donc, le passif, je nous fais les ressources de financement de l'entreprise. Il y a une ligne, je vais vous dire que vous avez fait le flux. Je vais vous dire que vous avez fait le flux. Imma, je vais vous dire que vous avez fait le flux. Imma, je vais vous dire. Donc le passif ou le mawarid ou le duyun. La partie gauche représente les emplois. Il y a une film chez Oulflous, utilisation des fonds. C'est ça l'actif. Donc l'actif à gauche ou le mumtelaket. Et il y a un milk de la charika qui trouve l'actif. Bien. Donc qui m'a chargé les combats, la présentation bertissar qu'est-ce qu'on a créé, on se met à la juge l'actif et le passif. L'actif c'est les emplois, yani ici emelet fin semelt
الفلوس ديالي، شنو شريت بها، شنو الممتلكات اللي شريت بها. والباسيف هما لو غوسورس لي زوريجين، منين جبت انا الفلوس باش درت هذوك الممتلكات. دابا غنشوفو شنو هي الطريقه الموحده اللي خاص جميع الشركات يحترموها في التقديم ديال البيض. يعني كاينه طريقه واحده اللي تنسبيري من لو كود جينيرال دو لا نورماليزاسيون كونطاب، هي الطريقه الوحيده اللي خاص جميع الشركات يحترموها. هي الطريقه التاليه، دونك لاكتيف كما قلنا مقسم لو بيلون بلوتو مقسم لاكتيف و الباسيف. لاكتيف شنو فيه؟ فيه الفوق لاكتيف ايموبيليزي، هو باش كنبداو من بعد ما كنكملو مع لي زيليمون ديال لاكتيف ايموبيليزي كلهم كندوزو لاكتيف سيركولون اور تريزوري، ومن بعد كندوزو لا تريزوري اكتيف. لاكتيف ايموبيليزي كلشي كيعرف انه لا كلاس ديالو نيميرو 2، يعني اي كونت كيبدا بالنمره 2 في البلان كونطابل راه كينتمي لاكتيف ايموبيليزي. لاكتيف سيركولون كيبدا بالنمره 3، اي كونت كيبدا بالنمره 3 دونك il fait partie من لاكتيف سيركولون. اي لا تريزوري اكتيف كتبدا بالنمره 5. في الباسيف اول كلاس عندنا هي الفينانسمون بيرمانون، من بعد موراها كيجي الباسيف سيركولون اون تريزوري في لا كلاس 4، وفي اخر المطاف كاين لا تريزوري باسيف. حنا غادي نشرحو من بعد كل كلاس على حده، غير الله يخليكم هذه سي لا بريزونطاسيون ليغال. يعني بحال هكا خاص جميع الشركات يبريزونطيو لو بيلون ديالهم، ما يجيش شي حد يدير ليا يبدا ليا بلا تريزوري هي الاولى الفوق والاكتيف ايموبيليزي هو لتحت. لا، لاكتيف ايموبيليزي من وراه لاكتيف سيركولون، من وراه لا تريزوري. في الباسيف فينانسمون بيرمانون، باسيف سيركولون اور تريزوري، من بعد لا تريزوري باسيف. دابا غادي ندوزو غنشرحو كل كلاس شنو كيعني وشنو كيكون فيه. غنبداو بلو باسيف. دونك لو باسيف كيف ما شفنا في لو طابلو الي سوب ديفيزي اون 3 غراند ماس. اول ماس هي لو فينانسمون بيرمانون، دوزيام ماس سي لو باسيف سيركولون اور تريزوري، وتروازيام ماس سي لا تريزوري دو باسيف. غنشوفو دابا المعنى ديال كل واحد من هادو. نبداو بالفينانسمون بيرمانون. Il comprend les sommes qui appartiennent aux propriétaires de l'entreprise. Ce sont les capitaux propres. Et les sommes correspondant à des dettes à plus d'un an. Bima fiha l'emprunt, fournisseur d'immobilisation, etc. Ce sont des dettes de financement. Il comprend toutes les ressources qui sont durables à la disposition de l'entreprise. Le financement permanent qui confie أي حاجة تسلفتيها أو اللي شريتيها وفلوسهم غادي تخلصهم على أكثر من عام. دونك مثلا خديتي كريدي من البنكة وغتخلصو على 5 سنين، خاصو يكون في الفينانسمون بيرمانون. شريتي شي طوموبيل ديال ترونسبور دي بيرسونيل وغتخلصها مثلا على 2 او 3 سنين، غتدخل في الفينانسمون بيرمان في الفورنيسور دي موبيليزاسيون. رؤوس الاموال لي كابيتو حتى هما كيدخلوا فين؟ في الفينانسمون بيرمان. دونك اي حاجه غادي تردها لماليها في اكثر من عام، اي فلوس نتايا مسلفها وغتردها لماليها في اكثر من عام اولا لي كابيتو حتى همايا، دونك هادشي كله كيكون في الفينانسمون بيرمان. دونك ديما ريزوني المده فين غترد الفلوس اكثر من عام. دونك الا كانت اي حاجه اكثر من عام غتحط في الفينانسمون بيرمان. بيان، من بعد ما شفنا الفينانسمون بيرمانون غنشوفو دابا لو باسيف سيركول. سو سون لي ديت ليي او سيكل ديكسبلوطاسيون او رومبورسابل رابيدمون. Plus précisément, celle dont le délai d'exigibilité est inférieur à un an. Par le fournisseur, par l'État, Daoula, par le personnel, etc. Dites-le combien le financement permanent doit aller à l'Irbel, ou mettre deux ans, ou les capitaux, les redéneurs, ou les molihums, etc. Le passif circulant, l'axe,
هما اي حاجه غتخلصها في قل من عام كيتسالوا لك مواليها وغتردها لهم في قل من عام. مثلا لو فورنيسور السيد المورد اللي كيعطيك السلعه راه كيوردك بالسلعه ولكن راه ماشي باش ما تخلصوش اكثر من عام تيدوز عام ولا عامين ما يصبرش عليك. لو فورنيسور كيتخلص في قل من عام. ليطا الدوله الفلوس اللي كتسالك الدوله الضرائب اكسيتيرا الدوله راه ما تصبرش عليك حتى يفوت عام يعني في او كور ديال لاني خصك تخلص ليها فلوسها. البيرسونيل الناس اللي خدامين عندك عندهم الفلوس خصك تخلصهم حتى هما كيتسالوك فلوسهم حتى هما ما غيصبروش عليك حتى يفوت عام دونك حتى هما خصك تخلصهم او كور ديال لاني. دونك اي حاجه من الديون اللي كنخلصوها في قل من عام كتدخل في الباسيف سيركول او كونترير ديال الفينونسمون بيرمانون اللي شفنا اللي كيتخلص في اكثر من عام. وعندنا اون فان دو كونت لا تريزوري باسيف. Elle est constituée par les montants avancés par les banques à l'entreprise sous forme de crédits divers, crédits de trésorerie, facilités de caisse, etc. Je n'ai la trésorerie passée pour ça. Je n'ai pas comme ça. Nestlé Redama, qui nous donne le virement sur le compte d'IR. Maintenant, nous avons un virement de chers qui est maintenant à 10 000 euros. Qui nous donne le virement de chers qui la banque. Désolé, la charge, désolé, ça va bien. كيمشي كيبقى كل شويه تيري 1000 درهم 2000 درهم 3000 درهم هكا هكا هكا. مثلا وصلت 20 في الشهر مشى بغى يتيري ما لقاش الفلوس صافي سالات لي ديك 10 درهم تيراها كلها. البنكة يمكن ليها تعطيه دي فاسيليتي دو كيس سهيلات كتقول ليه اجي يا سيدي محمد راه سالي لك السالير ديالك ولكن تقدر تيري واحد 2000 درهم اخرى زايده ومني يدوز لك السالير المره الجايه غنقصوها لك. دونك التسهيلات كذلك ومثال الشركات لا تريزوري باسيف فيها هذا النوع ديال التسهيلات هذه يعني يقدر تاخذ تسهيلات من عند لا بانك سو فورم ديال لي زافونس او لا كريدي ديال لا تريزوري. دابا ندوزو لاكتيف الممتلكات الاملاك ديال الشركه حتى هو مقسم لثلاث غروند ماس لاكتيف ايموبيليزي لاكتيف سيركولون او تريزوري et la trésorerie active. Le bdeu l'actif immobilisé. Il comprend l'ensemble des biens et des droits qui ont pour vocation de rester durablement dans l'entreprise. Il est subdivisé les immobilisations en non-valeur, les immobilisations incorporées, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières. Donc, شنو هو l'actif immobilisé ? بسهولة هما الممتلكات ديال الشركة اللي غيطولوا عندها وغيبقاو عندها أكثر من عام. أي حاجة غتبقى عند الشركة في الممتلكات ديالها أكثر من عام كتدخل في لاكتيف إيموبيليزي. ويمكن لنا نلقاو أربعة أنواع إما ليموبيليزاسيون أون نو فالور ليموبيليزاسيون إنكوربوريل غير ملموسة إنكوربوريل بحال مثلا لوجيسيال أولا الاسم التجاري هذا يعني الاسم التجاري حتى هو راه عنده حتى هو من الممتلكات ولكن هو غير ملموس دونك كيدخل في ايموبيليزاسيون انكوربوريل. وكاين لي ايموبيليزاسيون كوربوريل ملموسه مثلا الارض كتملكها الشركه العماره اللي فيها الشركه ملموسه ترونسبور حتى هويا الطوموبيلات ديال ترونسبور حتى هما ملموسين يطولوا عندنا اكثر من عام دونك كيدخلوا في لي ايموبيليزاسيون كوربوريل. ماتيريال انفورماتيك البيسيات اللي عند الشركه في الممتلكات ديالها تما يبقاو عندنا اكثر من عام دونك يدخلوا في لي زيموبيليزاسيون كوربوريل اكسيتيرا. وعندنا لي زيموبيليزاسيون فينانسيير بحال لي تيتر دو بارتيسيباس. من بعد ما شفنا لاكتيف ايموبيليزي غندوزو دابا لاكتيف سيركولون. اشنو هو لاكتيف سيركولون؟ il comprend l'ensemble des biens et des droits qui ne sont pas destinés à rester durablement dans l'entreprise c'est-à-dire ils ont une durée inférieure à une année. il se compose des stocks des créances de l'actif circulant et des titres de valeur de placement. بحال كيف ما شرحنا الباسيف غنشرحوا الاكتيف. شفنا الاكتيف ايموبيليزي هما الاملاك اللي كيبقاو عند الشركه وكيطولوا عندها اكثر من عام. الاكتيف سيركولون العكس هما الاملاك اللي ديال الشركه مي ما كيطولوش عندها اكثر من عام اقل من عام كيخرجوا كيعاودوا يدخلوا ثاني. مثال ستوك الشركه عندها ستوك عندها هونغار في ستوك هذاك ستوك اللي عندها الممتلكات ديالها
ولكن ماشي غير بقيطة والكثر من عام، السلعة كتخرج وكتدخل او كور ديال لاني لي كريونس، يعني الفلوس اللي كتسال الشركة للكليان ديالها، الشركة كتسال الفلوس للكليان ديالها، راه الشركة ما غتصبرش على الكليان ديالها تا يفوت عام، هاي هما الممتلكات ديالها ولكن خاصها تاخذهم في قلب العام. اي لي تيتري فالور دو بلاسمون حتى هما كيتعتبروا من لاكتيف سيركولون اور تريزوري. وعندنا اون فان دو كونس لا تريزوري اكتيف، ببساطة لا تريزوري شنو هي؟ لا اكتيف جو بار اكتيف هما لي ديسپونيبيليتي، الفلوس اللي واجدة عندك ديك الساعة، يعني ليكيد حب. وحنا فين لا ليكيديتي؟ فين يمكن تكون عند الشركة؟ اما فلوس محطوطة في البنكة اولا في الكوفر في لاكيس ديال الشركة اولا في البوستة. هنا فين يمكن تكون لا ليكيديتي اون جينيرال، يعني الفلوس اللي في البنكة كتدخل في لا تريزوري، الفلوس اللي حطاها الشركه في الكوفر في الشركه سد عليها حتى هي كتحسب اسبيس حتى هي في لاكيس في لا تريزوري او سي في لا بوست كذلك ومثال. دونك ببساطه هذه هي لا تريزوري. القاعده اش كتقول؟ الله يخليكم، في البيلون توتال ديال لاكتيف خاصو يساوي توتال ديال الباسيف، الفلوس اللي مجموعه عندنا في لاكتيف خاص نفس المونطون يخرج لك التوتال كاين في الباسيف، لان لي زومبلوا اي لي ريسورس، هادوك لي زومبلوا اللي شرينا حنايا منين جبنا فلوس مرة جبناهم من لي ريسورس من الباسيف. دونك لاكتيف خصو يكون يساوي لو باسيف. دابا غنشوفو دي زيكزيرسيس دابليكاسيون. نبداو بليكزيرسيس نيميرو 1، سي فاسيل. لو 1199 مسيو احمد ديسيد دو كريي سون انتربريز، il apporte une somme globale de 400 000 dirhams dont 280 000 dirhams déposés en caisse et le reste en banque. نشرحوها بالدارجة. نهار 1/1/1996 سي أحمد قرر باش ينشأ الشركة ديالو. لهذا الغرض إلى بورت جاب هو 400 ألف درهم، 40 مليون، دون بما فيها 280 ألف درهم ديبوزي أون كيس، حطها في لاكيس في الكوفر، اي لو غيست اون بونك. وداكشي اللي شاط من ديك 400 الف درهم من بعد ما حط 280 الف درهم، داكشي اللي شاط ليه حطو في لا بونك. السؤال الاول، كيل سون لي ريسورس اي لي زومبلوا؟ لي ريسورس يعني منين جاب الفلوس، متفقين؟ ولي زومبلوا اشنو دار بالفلوس. والسؤال الثاني، بريزونتي لو بيلون في لو 1199. حنا اون فوا كنعرفو شنو هما لي ريسورس شنو هما لي زومبلوا، لو بيلون كيكون ساهل، لان كنشدو لي ريسورس كنحطهم في الباسيف، كنشدو لي زومبلوا كنحطهم في لاكتيف. دونك سوليسيون، لي ريسورس منين جات ديك 400 الف درهم؟ سي ان ابور جلوبال جابو هو، والله يخليكم فيما تسمعوا ابور الى ابورتي هو من عنده، عرفوا سي راس المال، هذاك سي لو كابيتال، هذاك سي راس المال، الى ابورتي سي راس المال. دونك هذه الغوسورس، فلوس الوحيده 400 الف درهم جابها هو من عنده من راس المال ديالو. دابا فين مشات هاد 400 الف درهم؟ شنو درنا بها؟ لي زومبلو 280 الف درهم ديناها حطيناها في لاكيس كيف ما قالوا لينا، واللي شاط لو غيست شحال هو؟ والفرق ما بين 400 الف درهم و 280 الف درهم، لو غيست هو 120 الف درهم. قالوا لينا فين مشات؟ مشات لا بنك. دونك هادو هما لي ريسورس اي لي زومبلوا. دونك دابا غادي نبريزونطيو لو بيلون ديالنا. كيف ما قلت لكم قبل ما تعمروا لو بيلون غترسموه بالطريقه القانونيه اللي شفنا، يعني بلا ما تعمروا والو غتقسموا على جوج، لاكتيف لو مونطون باسيف مونط، وغتكتبوا العناوين الكبار، اكتيف ايموبيليزي بوحدو، اكتيف سيركولون بوحدو، لا تريزوري اكتيف بوحدها، وفي الباسيف فينانسمون بيرمانون باسيف سيركولون و تريزوري. عاد باش كنبداو نعمرو، دونك حتى كنحطو لا بريزونطاسيون لي كاع، عاد باش كنبداو نعمرو. الى رجعنا للتمرين، شحال عندنا من مونطون؟ عندنا ثلاثة، عندنا 400 ألف درهم، وعندنا 280 ألف درهم، وعندنا 120 ألف درهم. هنا كنبدا نطرح سؤال على راسي، هذيك 400 ألف درهم قلنا اشنا هي؟ رأس المال كابيتال،
دونك غادا تكون في لاكتيف ولا في الباسيف؟ غادا تكون في الممتلكات ولا غتكون من الموارد او الديون؟ هي من الموارد، يعني الموارد ديال الفلوس، سي اون غوسورس، دونك خاصها تكون في الباسيف. دابا كنصور راسي السؤال الثاني، فين غتكون بالضبط في الباسيف؟ واش غتكون في فينونسمون بيرمانون في اكثر من عام، ولا في الباسيف سيركيلو، ولا في التريزوري؟ حنا عرفنا بان الموارد كتكون في فينونسمون بيرمانون في اكثر من عام، دونك كنجي كنحطها في بلاصه، كنحط فينونسمون بيرمانون العنوان، كنحط كابيتو بروبر العنوان الثاني، كتشدو البلان كونطابل وكتبعو فيه. راه كاينه البريزونطاسيون دو بلان دو بيلون في البلان كونطابل، وكتحط فين جات هاد 400000 درهم، جات في الكابيتال سوسيال او بيرسونيل، كيف ما مكتوبه في البلان كونطابل في لا بريزونطاسيون دو بيلون، غتكتبوه وتحطو لو مونطون 400000 درهم. المونطون الثاني دابا شنو هو؟ 120000 درهم في لا بونك، دونك عندك 120000 درهم محطوطه في لا بونك، دونك من الممتلكات ولا من الديون او الموارد؟ بيان سور من الممتلكات. الممتلكات فين كتكون؟ كتكون في لاكتيف. دابا السؤال الثاني، فين غنحطها بالضبط في لاكتيف؟ واش هي في اكتيف ايموبيليز غيبقى عندي اكثر من عام؟ لا. واش هي اكتيف سيركيلون؟ لا. دونك كيف ما شفنا لا بانك كتكون في لا تريزوري، دونك كنحطها مع لو بوست ديال لا بانك في التريزوري. كذلك هو مثال لا كيس، شحال عندنا فيها 280000 درهم من الممتلكات، دونك غتكون في لاكتيف، هنا بلاصه في لاكتيف في لا تريزوري وكنحطها. والا لاحظنا التوتال 120000 زائد 280000 غتعطينا 400000، والباسيف فيه لو كابيتال ب 400000، دونك هنا كاينه ليغاليتي اونتر لاكتيف اي لو باسيف. اكزرسيس نيميرو 2، les éléments constituant une maison de commerce se présentent ainsi au 1.1.98. Emprunt auprès des établissements de crédit, 1000 dirhams. Capital, matériel informatique, 7 millions de dirhams. Marchandises, 1000 dirhams. La banque, 1800 dirhams. La caisse, 3000 dirhams. Fournisseur, 5000 dirhams. Dû à l'État, il y a une flux de 400 dollars, 10000 dirhams. Travail à faire, dresser le bilan au 1.1.98. La présentation légale, actif, passif. L'actif, l'actif immobilisé, l'actif circulant, trésorerie. Le passif, financement permanent, passif circulant, trésorerie. C'est ce qu'on va faire. Donc, le montant, c'est l'emprunt. L'emprunt, c'est le CELF qui est le fonds de la banque ou de la société bancaire. Le sujet qui est le cas, c'est le mot de la caisse ou le mot de la douille. Automatiquement, on va faire un nom de la douille. Quand on va faire un racine, c'est le mot de la douille qui est le mot de la douille ou le mot de la douille ou la trésorerie. Bien sûr, السلف مع المؤسسة البنكية كيكون في أكثر من عام، دونك غادي يكون فين؟ غيكون في الفينونسمون بيرمان، لأنه هو الأكثر من عام، وبالضبط في لي ديت دو فينونسمون، وسميتو أوتر ديت دو فينونسمون، غتلقاوها في البلان كونطابل في لابريزونطاسيون ديال لو بيل. تاني مونطون لو كابيتال، ما عندناش الكابيتال، حنا كنعرفو كيكون فين؟ في الباسيف في الفينونسمون بيرمان، دونك غنخلي بلاصتو خاوية. ماتيريال انفورماتيك، هل هو من الممتلكات ولا من الديون؟ من الممتلكات. هل هو من الممتلكات الدائمه اللي غتبقى عندنا في الشركه اكثر من عام، او لا اقل من عام، او لا في لا تريزوري؟ بيان سور ماتيريال انفورماتيك لي بي سي وداكشي اللي كنشريو كيبقى عندنا في الشركه اكثر من عام، دونك واش هو ملموس ولا غير ملموس؟ دونك ملموس، البي سي وداكشي ملموسه، دونك غادي يكون عندنا فين؟ les immobilisations corporelles, matériel informatique, le montant d'aide. La marchandise, mais le moumtelakat ou le moumdouyoun, mais le moumtelakat. Sous elle est contractée, ou si le moumtelakat est d'aïma ou le ghaïd d'aïma ou le trésor. Mais le moumtelakat est le ghaïd d'aïma, le ghaïd d'aïma, le ghaïd d'aïma, le ghaïd d'aïma. Il y a un slam, 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 il y a un stock. Ou peut-être un diff stock. La marchandise, mitin abdel. La banque. الفلوس اللي عندي في لابونك، محطوطة في لابونك، واش هي من الممتلكات ولا من الديون؟ من الممتلكات. فين كتكون؟ واش في أكثر من عام ولا في أقل من عام ولا في لا تريزوري؟ حنا عرفنا بأن لابونك ولا كيس كيكونوا في لا تريزوري. لا كيس كذلك هو مثال من الممتلكات وكتكون في لا تريزوري. الفورنيسور، السيد اللي كيعطيك السلعة أكريدي، واش هو من الممتلكات ولا من الديون؟
اوتوماتيكون بيان سور من الديون، لانه هو كيعطيك سلعه كريدي دونك كيتسالك. غير هو واش هي الديون غترجع لك اكثر من عام ولا في اقل من عام؟ بيان سور الموارد كنخلصوه في اقل من عام. كاين واحد النوع ديال اخر ديال الموردين، ولكن هذاك سميتو فورنيسور دي موبيليزاسيون، هذاك كنخلصوه في اكثر من عام، دونك يكون في فرونسمون بيرمان، غنشوفوه من بعد. دونك لو فورنيسور كيكون في الباسيف سيركول اقل من عام. وعندنا ليتا دو اليتا، الفلوس اللي كتسالك الدوله حتى هي خصك تردها لها في اقل من عام، حتى هي ديون، دونك غتكون في الباسيف سيركولون مع الفورنيسور. توتال عندنا 5,300,000 درهم. كنجي كنشوف لاكتيف كنلقى عامر كله، الباسيف ناقصه في بلاصه واحده هي ديال الكابيتال، دونك المونطون الحقيقي ديال التوتال هو اللي غيكون في لاكتيف، باسكو ما ناقص فيه والو، هو 5,300,000 درهم. حنا عرفنا القاعده اش كتقول، لاكتيف خصو يساوي الباسيف، دونك 5,300,000 درهم كاينه في لاكتيف خصها حتى هي تكون في الباسيف. ولكن ملي كنشوف نجي نشوف الباسيف عندي كنلقى عندي غير 200,000 درهم و 50,000 درهم و 10,000، هي 260,000 درهم، ما كاملاش ليا 5,300,000 درهم. باش غنكملها غنكملها بهذاك لو مونطون اللي ناقص في لو كابيتال، واللي هو 5,040,000 درهم. وبهذا غادي نكونوا هنا الدرس ديال اليوم كونسيرنون لو بيلون دوفيرتور. غنعاودو نشوفو ان شاء الله في الفيديو الجاي لو بيلون فينال، وشنو هما لي فارياسيون اللي كيكونوا او كور ديال لاني في لو بيلون. Merci beaucoup pour votre attention et à très très bientôt dans de nouvelles vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite que vous vous abonnez à ma chaîne, d'activer la cloche sonore pour recevoir de nouvelles vidéos prochainement et de partager la vidéo avec vos amis et votre famille. Au revoir et à très très bientôt.